هذا وقد أطلعنا موفد التلفزيون المصري رجاء رمزي على أبرز ما جاء خلال جلسة التعليم المنعقدة اليوم ضمن جلسات الحوار الوطني. أهلا بكم، جلسة استثنائية في الحوار الوطني بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب. تمت مناقشة مشروع القانون في لجنة التعليم التابعة للمحور المجتمعي في الحوار الوطني. إذا ما تحدثنا عن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، هو يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض من الوزراء المعنيين وأيضا بعض من الخبراء، وفقا للمشروع المقترح هم 8 من الخبراء. إذا ما تحدثنا عن أهداف المجلس المزمع إنشاء والمعني بالتعليم والتدريب، هو توحيد الاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالتعليم في كافة المراحل في كافة أنواع وأقسام التعليم المختلفة، بما يعمل على توحيد الرؤى وأيضا تقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم وما بين متطلبات سوق العمل. نتحدث عن متطلبات سوق العمل المحلية وأيضا الدولية. أيضا من ضمن أهداف المنوطة بهذا المجلس المزمع إنشاؤه هو أيضا النهوض بالتعليم الفني بمصر وأيضا النهوض بالبحث العلمي في مصر. لعل هناك يعني العديد من التوصيات إذا ما قلنا أنها توافقات ما بين الحضور اليوم في الجلسة النقاشية. كان هناك يعني توافقات على زيادة الكوتة الخاصة بالخبراء في المجلس، هم المنوط بهم برسم الاستراتيجيات الخاصة بتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم وما بين متطلبات سوق العمل، توحيد الرؤى على أن يكون الجزء الخاص بالوزراء المعنيين في أعضاء أو الهيكل التنظيمي للمجلس هم الذين يقومون بتنفيذ تلك الاستراتيجيات. إذن الهيكل التنظيمي للمجلس الخاص بتطوير التعليم والتدريب من شقين، شق يقوم بوضع الاستراتيجيات، رسم الاستراتيجيات، الشق الآخر يقوم بتنفيذها. أيضا من ضمن التوصيات التوافقات التي تمت مناقشتها اليوم هو استقلالية هذا المجلس وأيضا ضرورة توفير التمويل الخاص بهذا المجلس. كان هذا ملخص سريع مشاهدينا لهذه الجلسة الاستثنائية في مجلس في الحوار الوطني والمعني بمشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب. شكرا لكم.